الارهابيين استولوا على المجمع. طب استنى استنى شويه. قول تاني قول تاني. كلام ايه ده بس يا سياده اللواء؟ استولوا على المجمع؟ ده المجمع فيه الحكومه والدوله كلها. غريبه، الواحد ما يهداش باله ولا نص ساعة في اليوم؟ مفيش خبر حلو يوصلني؟ موعود أنا بالمصايب والحرايق والسطو المسلح والإرهاب؟ كان الله في العون يا معالي الباشا. الكل عارف يا فندم إن حمل سعادتك تقيل. أيوة، في وزراء غيري قاعدين في مكاتبهم بيسمعوا مزيكا وبيطلعوا في التلفزيون أكتر من المطربين. ما تنساش سعادتك يا باشا إن البلد كلها أمانة في رقبتك. أيوة في رقبتي. بلغه الامن المركزي وامن الدوله والمطافي وكل الاجهزه. امرك يا سعاده الباشا. وفي ايام كده بتيجي ما يعلم بها الا ربنا. إذا كنت طهجان جراب، أنا طهجان 24.